في الحقيقة في دور كبير لمؤسسة الأزهر خلال الفترة الحالية للتوعية بالأمور الدنيوية. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أطلق حملة، الحملة دي تحت عنوان بر الأمان للتوعية الشاملة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. زي ما قلت لحضراتكم، بر الأمان هو عنوان هذه الحملة، وده ضمن التوعية المجتمعية اللي بيقدمها الأزهر الشريف. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الحملة من خلال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا كل عام وانتم بخير. وحضرتك بصحة وسلامة يا رب. دكتور، في البداية عاوزين نعرف الهدف من حملة بر الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. دعنا نتكلم على هذه الحملة، ما هي الحلقة في سلسلة بدأها الشريف. استاذن حضرتك بس يا دكتور، لو نقف في مكان فيه شبكة بس أفضل يعني. يعني هذه الحملة هي إلا حلقة في سلسلة بدأها الأزهر الشريف تجاه بعض الأمور التي ينبغي الحفاظ عليها في المجتمع. وبالتالي تأتي هذه الحملة والتي جاءت بعنوان بر الأمان بغية المحاولة على إحياء جملة من القيم الدينية والقيم الأخلاقية والقيم الفكرية التي يمكن أن نقول بأننا في أمس الحاجة إليها. ما هي هذه القيم يا فندم؟ يعني مثلا عندما نتوقف أمام شخص النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن له بالهجرة، وكيف أنه كان حريصا على تطبيق الأمانة تطبيقا عمليا من خلال الإذن لعلي رضي الله تعالى عنه بأن ينام في موضعه ليقوم برد الأمانات إلى أهلها. ثم بعد ذلك هذه الثقة وهذه الأمانة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبين هذا الرجل الذي على غير دين الإسلام، عبد الله بن قريظة، وهو كان كافرا ومع هذا نراه كان أمينا، فلم يعش أو يدلس أو يكشف السر، وهذا يؤكد على أهمية البحث عن القيم الإنسانية والمعاني النبيلة ذات البعد الاشتراكي بين بني الإنسان، باعتبار أن ذلك يصب في تحقيق الأمان للفرد والمجتمع. وبالتالي كان اختيار بر الأمان كان اختيارا مقصودا، باعتبار أن الأمان لا يتحقق إلا بالصدق وصدق الإيمان والأمانة والتضحية وحسن الإعداد والوفاء، وأنت تلمح هذا الوفاء جليا والصدق والصداقة الحقيقية من خلال هذه الرحلة المباركة والتي قدمت فيها أسرة سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه المثل الواقعي في معنى أو في مفهوم الصداقة الحقيقية والمحبة الحقيقية التي تكون في الله ولله. ولو أردنا أن نتوقف أمام منظومة القيم الأخلاقية أو الفكرية أو الواقعية التي حققتها هذه الرحلة المباركة لوجدنا أنها كثيرة جدا، لكني يعني أكتفي بذلك يعني إفتاحا لأسئلة أخرى أو مداخلات أخرى. نعم دكتور، في الحقيقة يمكن الهدف الرئيسي من هذه الحملة يعني ده وفقا لتوجيهات دكتور أحمد الطيب هي شيخ الأزهر طبعا، يعني فكرة ملامسة الأمور اليومية والحياتية للمواطنين ووضعهم يعني كيف يتعاملون تعامل سليم مع ربما بعض الأمور التي هناك شك فيها أو مغالطة فيها أو ربما تحمل رأيين، فهذه الحملة تهدف إلى يعني التحول بهم والاتجاه بهم إلى بر الأمان. عاوزين نعرف الركائز بقى الأساسية اللي بيعتمد عليها هذه التي تعتمد عليها هذه الحملة. يعني دعنا نتفق كذلك على أن هذه الحادثة أو أن هذا الحدث المبارك، يعني الهجرة النبوية المباركة، يأتي تتويجا لجملة من الأحداث المهمة التي لا يتوقف عليها زمان أو بيئة، وهنا يأتي التذكير بهذه الحادثة المباركة
من خلال الوقوف أمام المراحل التي مرت بها والتعرف على أحداثها، بغية العمل على ملامسة الواقع واستنطاق الوقت. ولعل واحدا من المفاهيم المغلوطة التي يقع فيها البعض الخلط بين التوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب، وبين مفهوم التواكل الذي مرده إلى الكسل والخذلان، ثم الادعاء بأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وهذا كلام صحيح لكنه لا يخلو من خطأ. فلو أراد الله تبارك وتعالى أن ينقل نبيه من مكة إلى المدينة نهارا وبسرعة البرق لتم، لكن الله تبارك وتعالى ومن خلال نبيه أراد أن يعطي للإنسان أو للإنسانية جمعاء ضرورة الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب والتخطيط والاستعداد. وإلا لو أن الإنسان منا تواكل، لا أقول توكل، تواكل ثم ادعى أن الأمور بيد الله، فإنه لن يحقق شيئا. ورحم الله القائل: اعملوا فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وهنا يأتي هذا المفهوم في هذا الواقع الذي تعمل فيه الدولة على البناء والتنمية والاستدامة، وكأن هذا الحدث يحمس في أذن الجميع بضرورة الأخذ بالأسباب والاستعداد والتخطيط لأمور الحياة، ثم تفويض النتائج إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يستفرغ الإنسان منا الجهد والأمور المطلوبة بها. وأنت تلمح هذا التخطيط في كل مراحل الرحلة المباركة، بدءا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم والسماح لأصحابه بالخروج، ثم قوله للصديق رضي الله تعالى عنه: اصبر لعل الله أن يجعل لك مخرجا، ثم البحث عن الدليل، ثم البحث عن المكان، ثم البحث عن الأدوات، ثم هذه الأسرة التي كانت يعني منها من يعد الطعام، ومنها من يسمع الأخبار، ومنها من يقوم بإخفاء الآثار. كل ذلك يؤكد لك على أن هذه الرحلة المباركة جاءت تصحيحا للمفاهيم. أيضا مفهوم آخر يمكن أن تقف أمامه عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان من بين الأمور التي حرص عليها هو وضع دستور للمدينة يقوم بمثابة الوثيقة التي تحدد الحقوق والواجبات. ولعل في هذا الدستور ما يصحح النظرة إلى الآخر والافتراء على الإسلام بأنه يقتل الآخر أو لا يقر الآخر على ما هو عليه. لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال هذه الرحلة الإيمانية المباركة إلى وضع دستور ينظر إليه على أنه من أوائل الدساتير، إن لم يكن أولها، التي نظرت إلى الآخر نظرة احترام وتقدير. وفي هذا ما يدفع على يعني ما يدفع بالرد على أصحاب النظرة الضيقة أو المتشددين أو المعترضين في التعامل مع الآخر، لأن ذلك لا ينسجم مع روح الإسلام ولا يتفق على مبادئه. صحيح، وكان أول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو افشوا السلام. طيب نعم. طيب دكتور، خلينا نعرف برضو من حضرتك يعني دروس وعبر الحقيقة عظيمة من الهجرة النبوية، ويمكن فكرة أو الفكرة القائمة عليها هذه الحملة هي فكرة هايلة وعظيمة أيضا، بس حابين نعرف من حضرتك يا فندم إزاي هيتم تنفيذها، وإيه طريقة أو آليات الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتوعيتهم بهذه الدروس؟ يعني دعني أقول بأننا في الأزهر الشريف ومن خلال توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب سلمه الله ورعاه، نعمل دائما وأبدا على التطبيق الفعلي. هذه الحملة يعني لدينا عدة محاور نعمل عليها. هناك الاحتكاك المباشر بين الجماهير من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر في الجمهورية من خلال المؤسسات المختلفة، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة،
الصحة والسكان، المقاهي الثقافية إلى المساجد إلى غير ذلك. وهناك محور آخر علمي من خلال الصفحات والمقالات التي يخطها علماء الوعظ وواعظات الأزهر، إما في الجرائد الرسمية وصحف، وإما في مجلة الأزهر أو صوت الأزهر. وهناك محور إلكتروني، وهذا يؤدى من خلال عدة برامج على المنصة المعروفة بزوم، وكذلك الصفحات الرسمية على الخاصة بمجمع البحوث الإسلامية، فضلا عن مجموعة من الأفلام ومجموعة من البوسترات وغير ذلك من المحاور التكنولوجية التي نحرص فيها على تقديم معلومة سهلة وبسيطة وموجزة تتناسب مع الواقع وتلائم طبيعة القراء، خصوصا الشباب الذين يحسنون الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي لكنهم ليس لديهم الفترة أو الفسحة لقراءة كتاب. وبالتالي نعمل على تلخيص قيمة معينة فيما لا يزيد عن دقيقة أو فيما لا يزيد عن سطرين. صحيح، يعني هو أمور عديدة، يعني من الممكن أن يعني تكون بمثابة عظة ومن خلالها يتحقق أمن وأمان المواطنين بالدروس المستفادة من الهجرة النبوية وأيضا الفهم الصحيح لأمور الدين. الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة في صباح الخير يا مصر.